7:05. تمام، اوكي، I think it's working now. السلام عليكم ورحمة الله مرة كمان. اخباركم ايه يا شباب؟ يا رب تبقوا كلكم بخير. طيب، انا في الفترة اللي فاتت دي جاتلي messages كتير جدا private، وانا اسف وبعتذر لكم تاني ان انا ما قدرتش ارد عليها كلها. علشان كده انا عملت اللايف ده، عشان لو في اي حد بعت لي رساله برايفت وانا ما قدرتش ارد عليه ممكن يسيب استفساره وانا اجاوبه عليه هنا. تمام، الصوت كويس، واطي شويه، عالي شويه، مناسب؟ السلام عليكم. ايه الفرق بين CPA و ACCA، وانت تفضل انهي واحدة؟ اوكي، ال CPA دي محاسب قانوني Certified Public Accountant، خاصة بأمريكا، وال ACCA دي ما يعادلها بالنسبة لبريطانيا. فال ACCA هتبقى غالبا IFRS، وال CPA هتبقى جاب. انا افضل انهي واحدة؟ it depends، يعني على حسب انت عايز ايه. يعني ال CPA اقصر شوية مدتها ووقت الحصول عليها، بس تكلفها تقريبا اعلى. ال ACCA وقتها اطول، تاخد وقت اطول عشان تحصل عليها، وتكلفها اقل تقريبا. اعتقد اي شهادة من الاتنين كويسة جدا اللي يحصل عليها، يعني مش شرط تفضل حاجة عن حاجة. ازاي الواحد يمشي في طريق financial analyst؟ على حسب هو لسه متخرج ولا شغال بقاله فترة ولا لسه بيدرس ولا ايه بالظبط، هتفرق. منور، ربنا يخليك يا استاذ محمد. محتاج يعلى؟ طيب، يعني انا عامه صوتي مش عارف الطبيعة، بس هحاول اعلي صوتي شوية. يعني السي ام اي هتفيدني لو انا امتحنتها في سنة رابعة؟ السي ام اي هتفيدك لو انت امتحنتها في اي وقت. امتحاني في شهر اكتوبر وحاسس اني لسه تايه. قول لي انت بتذاكر ولا بتراجع؟ يعني هل انت لسه بتذاكر ولا خلصت مذاكرة وبتراجع؟ افضل طريقة مذاكرة مستر شادي، انا حاليا باخد كورس في سنتر، اذاكر ازاي؟ طب هو المحاضر اللي بيديلك الكورس ما قالكش تذاكر ازاي؟ المفروض يكون حاطط لكم بلان معينة تمشوا عليها يعني، فغالبا الافضل ان انت تمشي على البلان بتاعت الكورس اللي انت بتاخده عشان ما تشتتش نفسك. الوقت في الامتحان اعمل ايه؟ لاني بسبب الوقت بحل في امتحان جلايم بجيب 65، ومعظم الحاجات انا عارفها. نصيحتك، لان دي تاني مرة ادخل فيها. طب I'm sorry، بس ازاي بتجيب 65 وتقول معظم الحاجات انت عارفها؟ مش واضح، مش واضح السؤال بالنسبة لي. ازاي وجدت عمل بدبي؟ طيب، عشان السؤال ده انا سألته كتير جدا، فاعملوا هولد يا جماعة شوية للأسئلة عشان اعرف، يعني محدش يسأل حاجة دلوقتي، عشان احكي لكم بس باختصار كده قصة دبي، وبعد كده ارجع اجاوب على اسئلتكم. فمحدش يسأل على اسئلة دلوقتي عشان مش هعرف ارجع لها تاني الصراحة. اوكي، دبي. انا كنت شغال في السعودية في الرياض في شركة بقالي فيها 1 سنة و7 شهور. ازاي وجدت عمل في دبي؟ فانا ما دورتش على شغل في دبي خالص، يعني هي الشركة اللي كلمتني وعرضوا عليا الشغل وعملوا معايا الانترفيو بالتليفون، وعملت كذا انترفيو، عملت حوالي 6 انترفيو، من الشيف لحد الهيد اوف فاينانس عمل معايا انترفيو. وبعد ما اتفقنا وكل حاجة وكله تمام، هم قالوا لي يخرج نهائي وانزل مصر واحنا هنعمل لك فيزا يعني. فنزلت مصر وبعد كده عملوا لي فيزا. انا ما دورتش على شغل في دبي بصراحة، هي الشركة هي اللي كلمتني. ده باختصار يعني.
اوكي، السلام عليكم استاذ شادي، تنصحنا بايه بعد ما ناخد السي ام اي ونشتغل بيها في الامارات ولا لا مع الانجليش؟ وحاليا انا في السعودية والدنيا مش مضمونة. اوكي، الامارات هنا بتشجع اول الشهادات المهنية عامة، يعني لو انت الانجليش بتاعك كويس ومعاك شهادة مهنية هتلاقي شغل بسهولة في الامارات. عيب الامارات الوحيد ان هي المعيشة فيها غالية جدا، ف لو انت بتدور ان انت توفر فالامارات ما فيهاش توفير. لو انت عايز تعيش في بلد محترم كويس وتعيش عيشة كويسة وكل حاجة فالامارات هي بلدك. ربنا يخليك يا استاذ بنداري، ربنا يكرمك يا رب. التقدير مهم بنسبة قد ايه؟ 0%. وجيد حلو ولا لا؟ جيد حلو لو عايز تشتغل في بنك. لو مش بتفكر تشتغل في بنك التقدير ملوش اي لازمة، ملوش اي علاقة باي حاجة. انا بذاكر دبلوم ايفرز، كل الشغل مذاكرة ومفيش تطبيق عملي في الشغل، ومش بعرف حل عليها اسئلة من كتاب اي سي سي اي. انا هدخل ويندوز 6 باذن الله. كل الشغل مذاكرة ومفيش تطبيق عملي في الشغل، ما اوكي ماشي، ما بس في حالات عملية بتقابلك فمش بتعرف تحل اسئلة ليه؟ اكيد مش بتذاكر كويس، يعني اكيد مش عارف تفهم المنهج كويس. امتحاني 27/9، هل كافي ان اخلص جلايم وداخل امتحانات منه وخلاص ولا في مصادر تانية؟ لو عندك وقت حاول تحل هوك، تحل ريتاير، تحل جلايم، حل الجلايم، تحل هوك ريتاير دوايلي. لو ما عندكش وقت خلاص، هو مش مسألة كافي او مش كافي، مسألة هو انت ما عندكش وقت تحل حاجة تانية فخلاص ما تحلش غيره. فرقة رابعة، وتاهين خالص مع العلم اني بدأت اذاكر مصطلحات السي ام اي وبحسن اللغه. تمام، دي حاجه كويسه. ذاكر السي ام اي، يعني ما تذاكرش المصطلحات، ذاكر السي ام اي نفسها واللي قبلك ترجمه، وانت بتذاكر هتحسن اللغه. anyway حبيبي ربنا يكرمك. بجيب في هوك 80 لان بيديني 3 ساعات، لكن جلايم بيدي 2.5 ساعات. انت مشكلتك ان انت مش بتلحق تخلص الوقت يعني. طيب، دي حلها بسيط جدا وحلها وحيد، ومفيش غير حل واحد للموضوع، انك تحل كتير. حل كل يوم، حل 100 سؤال، 200 سؤال، 300 سؤال، as much as you can. انا في فترة المراجعة كنت ممكن احل 400 سؤال في اليوم، فحل كتير الوقت هيقل معاك. اول امتحان انا حليته في 4 ساعات، خدت 4 ساعات عشان اخلص الامتحان. قبل ما ادخل الامتحان كنت بخلص الامتحان في ساعتين. فالحل الكتير هو اللي هيحسن السرعة بتاعتك. ايه الشهادات المفضلة في دبي، امريكية ولا انجليزية؟ مفيش شهادات مفضلة، اي حاجة انت هتاخدها هتنفعك هنا. يعني اللي واخدين سي بي اي بيشتغلوا هنا، واللي واخدين اي سي سي اي بيشتغلوا، كله بيشتغل طالما الانجليش بتاعك كويس وانت شاطر في شغلك هتشتغل. الانجليش اهم حاجة، لو اللغة بتاعتك تعبانة مش صعب تلاقي شغل، بس هتلاقي شغل هيحجمك في رينج معين. يعني انا لسه طالب وهبدأ الفرقة الرابعة والاخيرة، ابدأ احضر ازاي للسي ام اي وايه تفاصيل المنحة المقدمة للطلبة؟ المنحة المقدمة للطلبة بتفتح في شهر 9، بياخدوا 10 من كل جامعة. فالمفروض انت بتطبع ابليكيشن من على النت وبتملاه، وتملى بياناتك وبيانات الدكتور، والدكتور هو اللي بيبعته من الايميل بتاعه، وبعد كده بيرد عليك سواء بالقبول او بالرفض. دي تفاصيل المنحة. تبدأ تحضر ازاي؟ فيديوهات مستر عمرو موجودة على اليوتيوب، تقدر تحملها او تشوفها على اليوتيوب لو انترنت عندك كويس، وحمل الكتب وابدأ ذاكر. ده التحضير يعني، بعد انت تبدأ. مخلص كله عدى الفار، لسه مخلصه الاسبوع ده، بس كنت بحل كتير على مدار المذاكرة من السي دي والكتاب. دلوقتي عايز الم المنهج وحله وفهمه اكتر من كده، ومنساش بسرعة او منساش اللي كنت فاهمه. مشكلة ان انت بتنسى، دي حلها ان انت تراجع كتير بصفة دورية. يعني حاول ما تذاكرش يونت، تذاكر جزء كامل على بعضه وتحل عليه، وتذاكر الجزء اللي بعده وتحل عليه، وهكذا تخلص وترجع تعيد من الاول، تذاكر جزء وتحل عليه. لما تعمل الموضوع ده كذا مرة ورا بعض هتلاقي الفترة نفسها اللي انت بتعمل فيها الموضوع ده بتقل، النسيان بيقل، بتقدر تلم المنهج كله في دماغك، والدنيا بتبقى معاك كويسة جدا.
جود. اخوك محمد حاصل باعلى سي ام اي ومحتار بين ايفرز والسي بي اي. مفيش وجه مقارنه خالص بين ايفرز والسي بي اي. لا سي بي اي طبعا طبعا طبعا، مش ايفرز، سي بي اي طبعا. في اوقات برجع اذاكر كتير وبضيع وقت. لو انت ذاكرت المنهج مره فالافيد ان انت تحل عن ان انت ترجع تذاكر تاني. ممكن تراجع نقطه معينه مش فاهمها، اوكي، انما ترجع تذاكر كله من اول فحل احسن. انا فاهم المنهج بس مش بفهم الاسئله. مش بتفهم الاسئله دي حاجه من اتنين، يعني يا اما انت اللغه عندك ضعيفه ودي ملهاش حل غير ان انت تحسن اللغه، يا اما انت مش متعود على صيغه الاسئله بتاعت السي ام يو، ودي حلها ان انت تحل كتير لحد ما تتعود على الصيغه اللي بيسالوا بيها. تجارة انجلش 2013 بس بعدت عن المجال شوية وعايز ارجع للمجال تاني، هل السي ام اي ترجعني للمجال تاني؟ هل منحة للخريجين او لطلاب الماجستير؟ لا للطلاب، لازم تكون طالب في جامعة عشان الدكتور اللي في الجامعة هو اللي هيبعت اصلا المنحة بتاعتك. بالنسبة لموضوع السي ام اي ترجعك للمجال، ترجعك للمجال. من غير السي ام اي ممكن تلاقي شغل يعني، فممكن تبدأ تدور على شغل في المحاسبة. اول ما تخش المجال تاني ادرس السي ام اي، هتحسن وضعك. التوزيع النسبي للمنهج حل هيكون حقيقي في الامتحان؟ حقيقي 100%. corporate finance عليه 20% يعني عليه 20%. الانترنال كنترول عليه 15% يعني عليه 15%. في ناس بتدخل الامتحان تقول انا الامتحان كله جالي انترنال كنترول، انا الامتحان كله جالي فور. مش مقتنع بالكلام ده الصراحة يعني، بس هو المعهد هو اللي حاطط الويتس اللي هي هيخالفها. حتى لو انت حاسس ان انت جالك اسئلة فار كتير، ممكن تكون الاسئلة كتير بس هي عليها برضو ال 15% ايا كان. يعني ازاي ابدأ عشان الدنيا ملخبطة معايا وهل في تغيير في المنهج؟ نمبر 1 مفيش تغيير في المنهج. لو عايز تذاكر، او ده اجابة لسؤال بتسأله كتير جدا كل يوم، مفيش تغيير في المنهج يا جماعة. ذاكر من 2015 2016 2017 2018 ايا كان الكتاب اللي معاك ذاكر منه. ازاي تبدأ؟ العملية بسيطة جدا، اعمل داونلود للكتاب، داونلود المحاضرات او اتفرج عليها على اليوتيوب، شوف المحاضرات بتاعت يونت 1، ذاكر يونت 1، حل على يونت 1 وانقل على اليونت اللي بعده. كمل الكلام ده كل حد ما تخلص المنهج. خلاص خلصت مذاكرة تبدأ تراجع وتحل. ازاي ابدأ سي بي اي بعد الحصول على سي ام اي؟ مش فاهم السؤال ده. تبدأ ان انت تذاكر، تشوف الكتب بتاعتها وتعمل لها داونلود وتذاكرها وتحجز لو انت هتمتحن. مشكلة لغة يا استاذ شادي اعمل ايه؟ مشكلة اللغة ملهاش حل غير ان انت تحسن اللغة. وبرضو دي حاجة انا بحاول اوصلها للناس كتير. انت ممكن تكون فاهم المنهج كويس وفاهم المحاسبة كويس، بس لو انت مش عارف تقرأ السؤال ومش قادر تفهم هو بيقول ايه، مش هتعرف تحله حتى لو انت ما شاء الله في المحاسبة يعني. فاللغة ضرورية إلى حد ما، على الأقل تكون فاهم المصطلحات ففاهم هو بيقول إيه. إزاي تحسنها؟ اقعد حل كتير، وأنت بتحل السؤال اللي تقراه ما تفهموش ترجمه، ومع الوقت هتلاقي نفسك خلاص المصطلحات بقيت عارفها وبقيت بتفهم الأسئلة من غير ما تحتاج تترجم. هل محاضرات مستر عمرو كافية مع حل؟ كافية جدا. أنا خلصت وامتحنت ونجحت من محاضرات عمرو بس، وفي ناس كتير كده. دون وري يعني، مش محتاج تاخد كورس. لو انت شخص ملتزم بتقدر تقعد وتذاكر لوحدك فانت مش محتاج تاخد كورس. احسن اللغة ازاي؟ زي ما قلت لك، اقعد تحل الاسئلة اللي ما تعرفوش ترجمه. ما يعني ما تحلش بنية ان انت بتحل وتشوف انت بتحل صح ولا غلط، لا، حل بنية ان انت بتحسن اللغة. امسك سؤال اقراه وحاول تفهمه، ما عرفتش ترجم السؤال اللي بعده وهكذا وهكذا لحد ما تلاقي نفسك لوحدك بتقرا السؤال بتفهمه. ممكن الوقت ده، ممكن العملية دي تاخد معاك وقت طويل، وقت قصير، دون وري، ما حدش بيستعجلك يعني، براحتك خالص. مساء الخير، مساء النور، اتمنى تكون بخير. وحضرتك طبعا بعد اذنك، انا طبعت بارت 1 وعايز ابتدي، هل ابتدي اذاكر منه على طول ولا في حاجة قبله؟ لا مفيش حاجة قبله، ذاكر من بارت 1 على طول. ابدأ بيونت يونت. عايز تبدأ بالكوست بالبادجت؟ على فكرة انت مش شرط تلتزم بترتيب الكتاب يعني. انا عن نفسي بدأت بادجت، كوست، بيرفورمانس، انترنال كنترول، وفور. بعد كده فور كام ذكرتها اخر حاجه.
ممكن الاقي شغل في بارت 2 في دبي، ممكن تلاقي شغل في دبي بالانجليش فيرست، انجليش فيرست، لو انت الانجليش بتاعك كويس ممكن تيجي زيارة وتلاقي شغل في دبي. معاك بارت 2 معاك بارت 1، لو ما معكش الاثنين ممكن تلاقي شغل. فلو معاك بارت 2 اكيد يعني هيحسن وضعك شوية، وان كان بارت 2 معظمه فاينانشال اناليسيز ملوش علاقة قوي بالاكاونتنج، يعني النظر كتير محتاج حفظ ولا افهمه. لا بصوا عايز اقول لكم على حاجة، بارت 1 جلايم، جلايم اللي هو اصغر كتاب فيهم حوالي 459 صفحة، بارت 2 419 صفحة، فانت مستحيل تحفظ الكتاب، وهو عارف انك مستحيل تحفظ الكتاب وهو مش طالب منك تحفظ الكتاب. انت كل اللي مطلوب منك ان انت العمل يكون عارف القوانين اللي انت هتحل بيها، والنظر يكون فاهم، فاهم الموضوع بيتكلم عن ايه، علشان هو لما يسألك في حاجة انت عارف تحلها، لان هو كده كده مش هيسألك، يعني مش هيجي في الـ MCQs مثلا يقول لك عرف كذا او يقول لك كذا، لا هو هيسألك سؤال لو انت فاهم هتعرف تحله من غير ما تحفظ. انا ما حفظتش اي حاجة. ايه احسن طريق لمجال financial analyst للمتخرج؟ first ان هو يخش المجال، وده صعب، انت بيبقى مطلوب منك skills معينة، مطلوب منك experience، انت مش هيبقى عندك الاكسبيرينس ومش هيبقى عندك السكيلز. ف انا الصراحه عشان الموضوع ده اصلا انا فيه دلوقتي، انا حتى لما اخلص سي اف اي بارت 1 او 2 او وات ايفر، لو انا مش معايا اكسبيرينس ومش معايا السكيلز فانا برضو مش عارف اشتغل، برضو مش عارف اعمل كارير شيفت. فالسكيلز دي عباره عن ايه؟ انت بيبقى مطلوب منك حاجات معينه في الاكسل، حاجات معينه في الاكسس، ممكن انك تشتغل برمجة كمان، لغات معينة في البرمجة، وحاجات كتير كده. ممكن بعد كده ابقى اعمل لكم مثلا فيديو مخصص لو انتوا عايزين، يعني ازاي تبقى فاينانشال اناليست وايه الحاجات اللي مطلوبة منك علشان تبقى فاينانشال اناليست. بس لو تفتكر ان انت هتاخد السي ام اي مثلا وتروح تشتغل في بنك او تشتغل فاينانشال اناليست او تشتغل في انفستمنت كومباني او حاجة، فالموضوع مش بالسهولة دي، في حاجات تانية كتير بتبقى مطلوبة منك لو انت ما عندكش اكسبيرينس. لو انت عندك اكسبيرينس فانت ممكن تشتغل حتى من غير السي اف اي. فعشان كده لو حد طالب انصحه ان هو اول يشتغل على نفسه شويه، يكسبه اكسس، واول ما يتخرج يحاول يدور على شغل في التحليل المالي من الاول. لو لقى شغل ودخل المجال خلاص ساعتها يبدا بقى يدرس سي اف اي، يدرس سي ام اي، تصبتهم. يعني معدل المذاكره كام ساعه في اليوم؟ مينيموم 2، ماكسيمم 6، ستة كتير كده، ماكسيمم 6، ما تذاكرش اكتر من 6 وما تذاكرش اقل من ساعتين. ربنا يخليك يا استاذ احمد. ان شاء الله، انا يشرفني معرفه حضرتك، تشرفني طبعا. ازاي اسجل في امتحانات سي ام اي؟ التسجيل اولا بيبقى بعد ما انت تعدي مرحله معينه في المذاكره، على الاقل نص المنهج ولا حاجه. ازاي بتسجل؟ بتخش على الويب سايت بتاع اي ام اي، اكتب اي ام اي في السيرش في جوجل هيطلع لك الويب سايت بتاعهم، بتخش تعمل اكونت، تسجل فيه اسمك زي الباسبورت بتاعك بالظبط، وتسجل عنوانك اللي في مصر اللي هيبقى اللي هيتواصلوا معاك عليه، او وات ايفر عنوانك في اي مكان. وبعد كده بتشوف انت عايز تحجز ايه، بتخش على الستور تختار اللي انت حاجات اللي انت عايز تحجزها، عايز تحجز عضويه، عايز تحجز سي ام اي انترنس فيز اكيد، عايز تحجز امتحان سواء بارت 1 او بارت 2 براحتك. وبعد كده بتدفع، وبعد كده بيبعتوا لك على الميل اوثورايزيشن نمبر للي انت الكلام اللي انت حجزته، بتخش بيها على برومتريك تحجز بعد الامتحان بتاعك. دي البروسيس كلها من اولها لاخرها. لو انت موجود يا باشا في الامارات يا ريت نشوفك. انا موجود في دبي، في مكان اسمه سبورت سيتي، ويشرفني اشوفك في اي وقت. كلمني، كلمني على الماسنجر بعد ما اخلص اللايف، هبعت لك رقمي ونظبط ان شاء الله اي ميعاد نتقابل فيه. طيب بالنسبة للإسي، بيكون في الجزء النظري ولا العملي؟ both of them، هيجي لك أسئلة نظري وهيجي لك أسئلة عملي. بس برضو عشان الناس اللي بتخاف من الاسي، الاسي سهل جدا، اسهل من الام سي كيو.
الاسئله اللي هتجيلك فيها اسئله بسيطه ومباشره دايركت وصغيره، لان انت مطلوب منك تحل from 8 to 12 or 14 questions in just 1 hour. So you have to be fast, so they won't give you any questions that would take too much time to do. كل الأسئلة هتبقى صغيرة عشان تقدر تحلها في التايم فريم. بس أهمية الرقابة الداخلية بالنسبة للمراجع الخارجي ليها أهمية كبيرة طبعا، لأن المراجع الخارجي لما بيخش يراجع على أي شركة هو عمره ما بيراجع الشركة كلها، هو بياخد سامبل من الشركة. مدى قوة الرقابة الداخلية أو ضعفها ده بيحدد هياخد سامبل قد إيه، هيراجع إيه، هيعمل إيه، هيبص على إيه. فلازم يكون لازم يعمل اسسمنت للرقابة الداخلية الأول قبل ما يبدأ المراجعة بتاعته والبروسيسز بتاعتها وإيه المفروض يحصل ومين بيعمل إيه. لازم كل الكلام ده يبقى دارسه قبل ما يراجع، لازم يبقى عارف الكلام ده بيحصل إزاي في الشركة قبل ما يبدأ هو يراجع. فرقة رابعة، هل الأنسب إني أحاول أعمل تقديري الجيد جدا ولا ذاكر سي إم إيه أفضل؟ ذاكر سي إم إيه أفضل، تقدير ملوش أي لازمة، مش هيفيدك بأي حاجة إلا لو كنت عايز تشتغل في بنك فلازم تكون جايب جيد. otherwise ما ملوش علاقة، مفيش حد بيبص على تقديرك، مفيش حد بيبص على شهادتك أصلا. يعني الشغل اللي أنا فيه دلوقتي ده أنا ما بعتلهمش البكالوريوس خالص، ولا شافوه ولا يعرفوه. لو انا ما كنتش بكالوريوس تجاره كنت ممكن اشتغل معاهم عادي. انا عموما محاسب اداري بس في الشهر العقاري، بس انا عايز اكون المحاسب اللي بتمناه. دي حاجه انا هقولها لكم كلكم. you have to always have a plan. you need to always have a plan. لازم يكون على طول عندك بلان للخمس سنين اللي جايين، للعشر سنين اللي جايين. هات ورقه وقلم واقعد مع نفسك واكتب نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3، انا محتاج ابقى كذا وابقى كذا وابقى كذا. طيب نمبر 1 عشان اوصل لها لازم اعمل ايه؟ لازم اعمل 1 2 3، ونمبر 2 عشان اوصل لها اعمل 1 2 3. بعد كده احط تايم فريم، انا هعمل كذا في خلال فتره كام شهر، هعمل كذا في خلال كام سنه، هعمل كذا. لازم الخطه دي او البلان اللي انت تعمله ده يكون قدام عينيك على طول وتسعى ان انت تحققه، مش مجرد تعمل الورقه دي وبعد كده تشيلها في الدرج وخلاص على كده. فشيء كويس ان انت عايز تبقى المحاسب اللي انت تتمناه، بس لازم تسعى لكده. كون ان انت عايز بس ده مش كفاية، it's not enough. اتفتح لي حاجة غريبة كده ف اخرج منها بقى. انا معايا مصطلحات خاصة بـ CME وماتيريال، الماتيريال ومعايا الماتيريال، ابدأ بايه؟ بالماتيريال. الماتيريال انت بتضرب عصفورين بحجر وانت بتذاكر، فيرست انت بتذاكر، اند سكند كده كده المصطلحات هتعدي عليك وانت بتذاكر فهتعرفها. ملوش لازمه انك تضيع وقت طويل في المصطلحات الاول بعد كده تبدا مذاكره، ابدا مذاكره والمصطلحات هتيجي مع المذاكره. طب الخبره نكتسبها كيف؟ مكتب محاسبه ولا ايه؟ اي مكان محترم هتاخد فيه خبره، اي مكان هتشتغل فيه مكان محترم هتاخد فيه خبره، سواء مكتب محاسبه او حتى شركه، سواء صناعية تجارية whatever. لو انت المدير بتاعك كويس وبيعلمك فهتتعلم. حتى لو انت حتى اشتغلت في مكان وما بتتعلمش فيه حاجة، انت ممكن تعلم نفسك بنفسك. خش على اليوتيوب، خش على المنتديات اللي موجودة في المحاسبة، شوف الناس وهي بتتناقش في حاجة معينة بيحلوا المشاكل دي ازاي، بتحل المشكلة دي ازاي. ده هيزودك خبرة بدون ما تكون انت حد بيعلمك في الشغل. ممكن اعرف ازاي اذاكر سي ام اي؟ ابدا ازاي؟ ده سؤال جميل، سؤال وجديد، سؤال جميل وجديد. بص يا استاذ صلاح، حضرتك هتحمل الكتاب بتاع الكتب بتاعت سي ام اي، عندك جلايم وهوك ووايلي، تشوز وان اوف ذيم. لو محتاج الفرق بين التلاتة فجلايم المختصر المفيد، هوك شرح اطول بيشرح باستفاضه مصطلحات اسهل، ولا انا ما بصيتش عليه خالص بس فما اعرفش عنه حاجه. بعد ما تحمل الكتب، المحاضرات على اليوتيوب عندك بتاعت عمرو، اتفرج على المحاضرات وذاكر من الكتاب وكده تبقى انت بدأت. خلاص مبروك، السلام عليكم. وعليكم السلام. انا ناوي باذن الله اخد اي فورز وسي ام اي واضيفهم للسي في بتاعي.
ابدا بيه الاول اللي يخليني الاقي فرصه عمل اسرع. الايفرز ديبند، انت هتاخد ديبندز اون هتاخد الدبلومه ولا السيرتيفيكت. السيرتيفيكت ملهاش اي لازمه، انا بحاول اشوف بقيه الرساله مش عارف اشوفها، فانا مش عارف هي كده الرساله خلصت ولا ايه. المهم السي ام اي اقوى من الايفرز، بس اعتقد هتاخد وقت اطول. فانت لو كده كده ناوي تاخد الاثنين، فابدا باللي يريحك يعني. الايفرز اقصر واعتقد اسهل وارخص، ابدا بالايفرز بعد كده خد السي ام اي. انا مشتت مستر شادي، مش عارف اي مجال اكمل فيه، مراجع خارجي ولا محلل مالي. طب انت مجالك ايه دلوقتي وانا ارد عليك؟ هل عادي اسمع محاضرات بيونت مره واحده وبعدين اقرا واحل، ولا اقرا واحل محاضره محاضره؟ لا، اليونت كله على بعضه يعني. دي انا انصحك بيها، اسمع المحاضرات اليونت كله وبعد كده اقرا اليونت كله وبعد كده حل عليه. انا اشتغلت في مكتب محاسبة 6 شهور وحاليا شغال في البنك تيلر. انا مش بعرف اعمل سيمور، مش عارف ده من تليفوني ولا، بس انا مش عارف بقيت. طب انا قريت لحد حاليا شغال في البنك تيلر، ممكن تبعت لي بقية المسج تاني؟ ما انا جيد جدا يا عم وغرتني الوظيفة الحكومية. بص، هو انا مش هو انا ضد الوظائف الحكومية بالذات في مصر يعني، لان هي بجد بتموت فيك الطموح، بتموت فيك كل حاجة. انت بتشتغل خلاص عرفت مرتبك كام، وعرفت انك مش هتمشي، وعارف انك بعد كام سنة هتترقى تبقى كذا، بعد كام سنة تترقى تبقى كذا. فانا ضد الوظائف الحكومية، انا ما بحبهاش ايا كان فيها استقرار او كذا. انا بشوف ان الاستقرار اصلا مضاد للطموح. الشخص الطموح ما عمره ما بيستقر حياته كلها في مكان واحد، دي ابدا يعني. مفيش حد كده. ممكن لو سمحت السي دي لمحاكي الامتحان بس تكون حديثة، لان الموجود نظام قديم. اسطوانة هوك موجودة على النت، والنظام الحديث اسطوانة جلايم هي اللي موجودة نظام قديم وملهاش نظام حديث، لان هو جلايم اصلا بطل يعمل سي ديز وبقى بيعمل اكسس على الويب سايت بتاعه. مرتبات المحاسبين في رينج كام في الامارات بالسي ام اي او بدونها؟ اسئلة وجودية دي يا جماعة. انا لسه ما كملتش في الامارات اسبوعين، فما قدرتش احصل على متوسط رواتب. بس مش والله مش قادر، ما اقدرش احدد المتوسط في رينج كام يعني. ممكن اقول مثلا 5000 درهم، ده رقم عشوائي يعني، مش اللي هو ما معهوش سي ام اي اعتقد يعني. ده سألت نفس السؤال تاني، متوسط راتب المحاسب كام في الامارات؟ والله يا جماعة مش عارف حقيقي، ما اعرفش. بس اوقات كتير بقول خريج من 8 سنين والوظيفة والروتين قتلني. ده اللي انا كنت لسه بقوله، ده اللي الشغل الحكومي في استقرار بس بجد بيقتل الطموح. مساء الفل يا عمراوي، ده اكيد مش انا، انت بتكلم حد تاني. في وقت محدد لحل ام سي كيو في الامتحان قبل شاشة الاساي، وبسمع ناس ما تفتح لهمش شاشة الاساي. اوكي، الامتحان بتاعك بيبقى 3 ساعات للام سي كيو تحل فيهم ال100 سؤال، وساعة للاساي. لو انت خلصت الام سي كيو قبل ال3 ساعات ممكن تنقل الوقت اللي باقي لك من الام سي كيو للاساي. يعني انت مثلا خلصت ال100 سؤال في ساعتين ونص، ممكن تنقل النص ساعة دي على الاساي، يبقى الاساي ساعة ونص. المهم ان مجمل امتحانك ماكسيمم 4 ساعات. الناس اللي ما بيفتح لهمش شاشة الاساي دول بيبقوا لا قدر الله ما عدوش نسبة النجاح في الام سي كيو، فالاساي ما فتحش اصلا. لازم تحل على الاقل 50 سؤال صح عشان الاساي يفتح. اوكي. طب انا درست كل الكورسات من اي سي دي ال واكسل، محاسبة الكترونية وتالي واودو واوراكل و something that I can't read، وتنمية بشرية و PFA دي، وانجليزي و CMA. تتوقع مستقبلي يكون عامل ازاي؟ طب مستقبلك ده في ايد ربنا سبحانه وتعالى. اي حد مجتهد ربنا بيكرمه، طالما انت بتجتهد وبتذاكر وبتحاول تحسن من نفسك فمستقبلك هيكون مشرق ان شاء الله.
في مصر، لو خرجت بره مصر يعني احتمال يبقى مشرق اكتر. اوكي، السلام عليكم. وعليكم السلام. انا كل مرة بذاكر سي ام اي وبعدين اقف وارجع من الاول. لو انت بتذاكر وبعد كده تقف فترة معينة، يعني اسبوعين 3 اسابيع شهر، فانت فعلا تحتاج ترجع من الاول. حل الموضوع ده ايه؟ ان انت تعمل لنفسك جدول وتلتزم بيه. يعني لو انت هتذاكر النهارده ساعتين يبقى لا، لازم اذاكر ساعتين. لازم اذاكر 3 ساعات يبقى لازم اذاكرهم. ربنا يخليك يا استاذ امير. عفوا، انا طالب بالنسبه لمراجع، مراجع خارجي ولا محلل مهلي، وانا مشتت. بص، بما انك طالب ف انت لسه في ايدك الاختيار. فموضوع ان انت مشتت، فانت شوف حابب ايه اكتر. يعني هل انت حابب مجال التحليل المالي؟ هل بتحب تقييم الشركات وتحب تقييم الاسهم وتشوف السهم ده سعره مناسب ولا عالي ولا واطي سوري يا جماعة، اشرب مية بس عشان كحة. اوكي، فشوف انت بتحب ايه وبعد كده امشي في المجال ده. ساعات كمان اول وظيفة بتجيلك بتحكمك. يعني مثلا انت حابب مجال التحليل المالي بس انت اتخرجت لقيت قدامك شغل في مكتب محاسبة، ما لقيتش شغل في التحليل المالي. ف ساعات الظروف بتحكم المجال اللي انت هتشتغل فيه. فانت شوف انت حابب ايه اشتغل عليه من دلوقتي عشان لما تتخرج تبقى مؤهل ان انت ايه تخش المجال ده. هل سي اف ايه هتفيدني وانا خريج 2017؟ هتفيدك، اكيد هتفيدك. مستر مايكل، مستقبل المشرق. سيمور، يعني ما تبعتوش رسائل طويلة يا جماعة عشان لما بدوس على سيمور ما بتفتحش. هو بيجيب لي البروفايل بتاعك. ف تسيب لي انا طلعت الرواتب دي يا استاذ محمد؟ طب اتفضل، يعني تطلع معايا لايف؟ اطلع معايا لايف، انت راجل قديم وخبره هنا وتقدر تفيدهم في موضوع تقدر تفيدهم في موضوع الرواتب ده. ليه بتقول ان سفر الامارات مش بيوفر؟ يعني مش هنبني مستقبل وبيت ونتجوز بعد 5 سنين سفر؟ بص هقول لك، هو اولا انا بقول ان هو مش بيوفر comparing to somewhere else. يعني هو مش بيوفر مقارنة مثلا بالسعودية. طيب ليه مش بيوفر؟ اقول لك، انا انت في السعودية ممكن تاخد سكن، شقة، بس لو انت معاك زوجتك واولادك تاخد شقة اوضتين وصالة وحمامين وشقة كبيرة ومحترمة كده ب 14,000 في السنة، 14,000 ريال. اوكي، انت في دبي ال 14,000 ريال دول يجيبوا لك ممكن ايه سرير في اوضه ماستر مثلا. لو انت عايز تاخد شقه في دبي ممكن مثلا من اول 50,000 وانت طالع في السنه. فده الفرق في الايجار بين هنا وهنا. قيس على كده بقى كل حاجه، يعني مواصلات اغلى والاكل اغلى والايجار اغلى والسكن اغلى. وطبعا في دبي هنا انت عندك من وسائل الترفيه ما كل حاجة موجودة، يعني ففلوسك هتصرفها، يعني الراتب اللي هتاخده هتصرفه. عشان كده بقول مفيش هنا توفير. فيرست لان المعيشة غالية، سكندلي لان اصلا حتى لو توفر معاك حاجة فهو هيضيع في الترفيه، هتروح سينما، هتروح مول، وتتغدى بره، فالفلوس هتروح. في السعودية لا، السعودية انت إلى حد ما الأكل رخيص والسكن رخيص جدا مقارنة بدبي، فهتقدر توفر فيها. لو أنت عايز تسافر علشان تتجوز ما تجيش دبي، أنت لو جيت دبي مش هتتجوز أصلا. روح السعودية أو الكويت. أستاذ محمد عثمان، يا رب حضرتك تكون بخير وأنت كمان. وصلت يونت 8 وحليت أسئلة جلايم والحمد لله مش وحش، بس عامة لما باجي أحل بحس أعصابي مشدودة وخايف أغلط، هل ده عادي؟ أولا عادي جدا، وعلاج الموضوع ده انك تحل كتير فالرهبة دي تروح من عندك. بس
حل كتير حل كتير. على فكرة يا جماعة، إجابة أسئلة كتير قوي من أسئلتكم عن المذاكرة وإزاي تعالج حاجات معينة بتقابلك في المذاكرة هي الحل الكتير. الحل الكتير هيديك سيلف كونفيدنس، تبقى واثق من نفسك، هيديلك efficiency، هتحل بسرعة، الوقت هيبقى أسرع، وطبعا هيديلك accuracy، هيديلك دقة في الحل. انت كل ما تحل كتير كل ما هتبقى دقيق. ف حلو كتير 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 كل يوم، حل حل أكتر ما تذاكر. أنا لو اتخرجت ومش لاقي وظيفة وخدت قرار إن أقعد في البيت وأذاكر CME، هل ده صح؟ ولا لو صيت هتبقى مشكلة وضيعت وقت وخلاص؟ هو انت اوريدي مش لاقي وظيفة، فاقعد اوكي ذاكر CME، بس ستيل دور على الوظيفة وانت بتذاكر، ممكن ربنا يكرم وتلاقي الوظيفة وانت بتذاكر قبل ما تمتحن. فما تبقاش ضيعت دودة، ذاكر CME بس ستيل برضو دور على الشغل. سؤال وجودي شوية، وماذا بعد CME؟ الحمد لله نجحت بارت 1. بعد بارت 1 بارت 2، ابدأ على طول مذاكر بارت 2. ماذا بعد السي ام اي؟ انت اللي تقرر بقى، انت اوريدي خدت شهاده. عايز اعرفكم حاجه كمان يا جماعه، انت لما بتاخد شهاده مهنيه وات ايفر سي ام اي سي اي سي بي اي، الموضوع بيبقى اسهل معاك بعد كده. لو انت عايز تاخد شهاده تانية بعدها الموضوع بيبقى اسهل من ان انت دي اول شهاده تاخدها. فبعد السي ام اي شوف انت، لو حضرتك لو شغال في مكان شوف المجال اللي انت حابب تكمل فيه. لو انت حابب المحاسبه والمراجعه وخلافه ممكن تفكر تاخد سي بي اي. لو انت حابب التحليل المالي وانا ما انصحكش، ممكن تفكر تاخد سي بي اي. لو حابب المراجعه الداخليه تاخد سي اي اي. ممكن تكون مش حابب كل ده وحابب تكمل في شغلك، عادي خليك بالسي ام اي بس، واشتغل وطور نفسك جوه الشغل يعني. طور نفسك في حاجات تانية اكسبيرينس. لو انت بس شغال على سوفت وير معين تحسن نفسك في السوفت وير يعني. تحاول تشوف حاجه تانية جنب المحاسبه خالص يعني، براحتك. بعد ما تخلص السي ام اي انت بتقرر عايز تعمل ايه. ربنا يخليك يا استاذ وليد، ربنا يكرمك يا رب. صعوبة الامتحان في اخر كام ويندو وانخفاض نسبة النجاح خصوصا بارت 1؟ الامتحان ما انخفاض نسبة النجاح، هي نسبة النجاح على طول منخفضة، مش منخفضة، هي نسبة النجاح حاجة 40% تقريبا، فهي على طول كده، مش في اخر كام ويندو، ولا الموضوع مش جديد ولا حاجة. هو بس عشان خصم المصريين، في ناس كتير بقت بتدخل دلوقتي فالموضوع بقى واضح. بس فاول امتحان مش صعب، وحتى لما بيجي في الويندو امتحان واحد او امتحانين صعبين هما بيراعوا الموضوع ده في الحل يعني. الامتحانات بيبقى مقسم بالنسبة لمستوى صعوبة، بيبقى ليه طريقة تصحيح مختلفة عن الامتحان مثلا الأسهل. عندي مشكلة في آخر يونت بتاع security software. ده الايه؟ يونت 13 في بارت 1. طيب قولي ايه المشكلة بالظبط يعني، ايه المشكلة اللي عندك، ايه اللي انت مش قادر تفهمه، احاول اشرحه لك. يا مستر شادي، هل ممكن حضرتك تفيدني في ازاي اتطور في الانجليش واكون كويس عموما؟ اوكي ده سؤال كويس، عشان برضو الناس اللي بتسأل ازاي تلاقي شغل في دبي. عشان تلاقي شغل في دبي لازم الانجليزي، او عشان تلاقي شغل في اي حته محترمه لازم يكون الانجليش بتاعك كويس. طيب تحسن ازاي الانجليش؟ اي لغه في العالم فيها 4 سكيلز: reading writing listening وspeaking. طيب عشان تلاقي شغل كويس لازم يكون معاك الاربعه، ما ينفعش تكون بتقرا وتكتب كويس بس اللي بيكلمك ما تفهموش. ما ينفعش تكون مثلا بتسمع كويس بس ما تقدرش تفهم اللي قدامك انت عايز تقوله. ما ينفعش تكون بتعمل الاثنين دول وما بتعرفش تقرا وتكتب. عشان تشتغل لازم يكون معاك الاربعه. طيب تحسن ازاي الاربعه؟ انا هقول لكم انا بعمل ايه عشان احسن اللغه، او كنت بعمل ايه. بالنسبه للليسننج والسبيكنج، انا كنت بحاول ادور على سبيكنج بارتنرز من دول نيتيف سبيكرز. الموضوع ده صعب وممكن كتير ما تلاقيش، ولو لقيت واحد مش هيبقى فاضي، ولو لقيته فاضي ممكن الجدول الزمني بتاعه مش متوافق معاك. فاللي انا كنت بعمله ان انا كنت بتدرب مع نفسي يعني، انا ماشي في الشارع بقعد، انا مثلا عايز افكر في حاجه معينه كنت بفكر فيها بالانجلش واحاول اتكلمها وانا ماشي بالانجلش يعني.
مثلا انا بفكر ان انا بكره هعمل حاجه، فاقول مثلا tomorrow I'll go to be to do whatever and I'll, after that I'm going to take that. كده قاعد اتكلم مع نفسي وبصوت عالي والناس تقول عليا مجنون، ما كانش عندي مشكله. المهم ان انا كان عندي سكيل معينه عايز احسنها، فكنت بعمل كده. ده بالنسبه للسبيكنج. الليسننج، الليسن والسبيكنج ممكن تطورهم بحاجه. لو انت مثلا بتحب الانجليش موفيز، تتفرج على افلام انجليش، تتفرج على مسلسلات، تسمع اغاني، ابعد عن الراب لانه الانجليش بتاعهم كده كده مش هتفهمه حتى لو عملت ايه. هم بيتكلموا بطريقه معينه وصيغه كلمات معينه. ف سوري. فاسمع اغاني مثلا هاديه عشان برضو في الاول تبقى تعرف تفهمها بالليركس بتاعتها. الموفيز حاول برضو تتفرج بانجلش سبتايتل. الريدنج والرايتنج دول انا كنت ايه، انا مثلا حابب مجال معين انترستد فيه زي مثلا الفلك، فاخش مثلا على اي جورنان بالانجلش، نيويورك تايمز او وات ايفر، اخش على نيويورك تايمز واقعد اقرا مقالات مثلا في المجال اللي عاجبني، او اقرا مقالات في السياسه، او اقرا مقالات في الادب. شوف انت حاجه عشان الموضوع، كل لغه اصلها استمرار. انت لازم to practice makes perfect، لازم انت تتدرب على حاجه كتير عشان تقدر تتحسن فيها. فانت تدرب، تقدر تجبر نفسك ازاي انك تتدرب على حاجه كتير؟ انك تكون بتحبها. فشوف انت بتحب تعمل ايه واعمله بالانجلش بس كده، هتلاقي نفسك. طبعا الموضوع مش بيوم في يوم وليله، يعني ممكن قعدت ادرس انجلش 10 او 15 سنه ولا حاجه ايه، عشان اوصل للمستوى اللي انا فيه دلوقتي. والمستوى اللي انا فيه دلوقتي ده مش توب، يعني مش فلوينت يعني، لا لسه في اماكن كتير ممكن اتحسن فيها يعني. فاللغه عامه ممارسه، واعتقد في دبي هنا اعتقد لغتي هتتحسن اكتر، لان الشركه اللي انا فيها مالتي ناشونال، كل الكلام فيها انجليش، فاعتقد هيبقى عندي وقت كتير ابراكتس فيه. اوكي. كنت محتاج خطه مراجعه سريعه لمده شهر، امتحاني 15 اكتوبر، انا خلاص قدامي يومين وخلص مذاكره. مراجعه لمده شهر. اوكي. مراجعة بتكون مبنية على المذاكرة، يعني على حسب انت وانت بتذاكر ايه النقط اللي انت ايه كنت ضعيف فيها. فوانت بتراجع بتعمل ايه؟ بتراجع مثلا الفور، تقرا مراجعة تقرا قراية سريعة، وبعد كده تبدأ تحل وتشوف ايه النقط اللي انت بتحل فيها غلط، دي اللي ترجع لها تركز عليها. تخلص الفور تخش على الكوست، اقرا قراية سريعة، وبعد كده خش حل، شوف ايه النقط اللي انت بتحل فيها غلط في الكوست وارجع راجع عليها، وهكذا. مش هتراجع المنهج كله عشان طبعا الوقت قصير، تراجع بس النقط اللي انت بتحل فيها غلط. بس كده. انت شهر، فحاول تعمل الكلام ده مثلا في 3 اسابيع. لازم تخلي على الاقل اسبوع تبدا تحل في امتحانات من سي دي هوك او وات ايفر لو انت معاك اكسس. لازم وقت على الاقل اسبوع تقعد تحل في امتحانات عشان تدرب نفسك على الامتحان، وازاي تحل 100 سؤال في ال3 ساعات والكلام ده كله. لو بدور على سفر في الامارات او الكويت، الكويت مثلا الطريقه ازاي؟ لان اغلب المكاتب موجود فيها، بس السعوديه، وطبعا زي ما حضرتك عارف ان السعوديه في النازل. الكويت ما عنديش على معلومات. الامارات علشان في الامارات اسهل شويه انك تيجي، مش انك تلاقي شغل طبعا، ان انت ممكن تعمل فيزيت سياحه 3 شهور وتيجي تدور. فيرست الموضوع مكلف، تصرف حوالي 40,000 او 50,000 جنيه في ال3 شهور دول، ما بين سكن ومواصلات وفيزا وي 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 كل الكلام ده كله. فلازم تكون عارف الاول انت جاي على ايه، وسوق العمل هنا محتاج ايه، وهل انت معاك السكيلز اللي سوق العمل محتاجه ولا لا، عشان تعرف انت يعني تاخد بالاسباب انت هل فعلا هتلاقي شغل ولا لا، عشان ما تضيعش وقت ومجهود وفلوس على الفاضي. بالنسبة لسوق العمل في قطر، هل عندك معلومات مستقبل سوق العمل في السعودية بعد 7 سنين مثلا؟ ده سؤال مركب ولا ايه؟ مش بالنسبة لسوق العمل في قطر، هل عندك معلومات مستقبل سوق العمل في السعودية بعد 7 سنين؟ معلومات اكيد محدش عنده معلومات، لانه اصلا اتخاذ القرارات في السعودية ما بيبقاش مبني على حاجة اوبجكتيف، او هو
القرارات كلها سبجكتيف، يعني الناس عايزة تعمل حاجة معينة فبتعملها. فبس في شواهد، يعني معروف ان السعودية بدأت تفرض رسوم على المقيمين، معروف ان هي بدأت تسعود مهن كتير. فبعد 7 سنين اكيد الوضع هيبقى مش اسوأ من دلوقتي. بس يعني سوق العمل في قطر، سوق العمل في قطر كويس، بس قطر مقفولة للمصريين حاليا، ما فيهاش فيز عمل عشان الحصار وكده. انت ليه مش بترد على السؤال؟ ام سوري ما شفتوش والله السؤال بتاع حضرتك. ممكن يعني لو كنت نزلت السؤال بدل انت ليه مش بترد على السؤال كنت جاوبته. شفت؟ اكتب السؤال تاني وانا هجاوبه. هل حل اسئلة الكتاب كافي؟ لا، كتبت كل يونت في بعديه 35 سؤال، كافي ايه يا راجل؟ لا مش كافي، لازم تذاكر، لازم تحل على الاقل خالص مينيموم تحل البي دي اف بتاع جلايم كله، الام سي كيوهات الكامله، مش ال 35 سؤال اللي بعد اليونت. لو ذاكرت من جلايم ممكن اكتفي تحل، ممكن تكتفي بحل اسئلته فقط، بس الام سي كيوز، مش اللي بعد كل يونت. دول صغيرين، دول ما ينفعوش. هو ويندو يناير اصعب من اي ويندو تاني ولا الكلام ده؟ لا مفيش حاجه اسمها كده. بصوا يا جماعه، يعني اي خبر يجي لك او اي حاجه تسمعها حاول تعمل لها لوجيكال تيست، يعني حاول تدخل الموضوع ده في فلتر كده في دماغك، فلتر اللوجيك، هل الكلام ده منطقي ولا لا؟ ايه اللي هيخلي المعهد يعمل ويندو يناير اصعب من ويندو مايو مثلا، او يعمل ويندو مايو اسهل من ويندو اكتوبر، او ان هو يخلي اخر يومين اول يوم في الويندو واخر يومين واخر يوم في الويندو اصعب من بقية الويندو؟ كلام مش لوجيكال يعني. مش ايه رأي حضرتك في محاضرات مستر محمد سي ام ايه؟ للاسف مستر محمد بدأ يشرح بعد ما انا كنت خدت الشهادة، فانا ما شفتش محاضراته، بس كل بسمعه عليه عنه 7 خير، يعني كل الناس بتقول ان هو ممتاز ما شاء الله عليه، ربنا يكرمه يا رب. ازاي طورت اللغة عندك؟ لان دي بحسها عقبة مش في المذاكرة، انا قصدي في التحدث، وهل باستخدامها في شغلك بشكل دائم؟ لا ما كنتش بستخدم الانجليش في شغلي، لسه بادي يا دوب اهو. ازاي طورتها؟ انا من 10 دقايق تقريبا قلت، فبعد الفيديو ممكن ترجع للفيديو تاني عشان ما بقاش بكرر نفسي، وانا قلت انا ازاي طورت اللغة، كنت بكلم نفسي من الاخر يعني. انا دفعت 2011 بشتغل في بنك، مش حابب المجال وعايز اشتغل في المحاسبة. محمد ماجد، I remember your name because you're like the first one to ever say that. اول واحد فعلا اشوفه عايز يخرج من البنك وعايز يشتغل في المحاسبة. الانجليش متوسط، ممكن الاقي شغل في الامارات؟ هتلاقي شغل متوسط ومش بسهولة. الامارات محتاجة انجليش كويس، لازم الانجليش بتاعك يكون كويس عشان تشتغل في شركة محترمة. تشتغل في شركة محترمة معنى كده ان الشركة المحترمة دي كل معظم اللي فيها، لا كل اللي فيها هيكونوا اجانب، فالكلام فيها يبقى بالانجلش. بعد التخرج ناخد سي ام اي ونشوف مكتب محاسبة نتدرب فيه وناخد خبرة، ولا ايه انسب حاجة؟ للأسف انا مش عارف ايه الاختيارات المتاحة امامي عشان اختار منها انا بحب ايه. السؤال ده كويس جدا. انا كنت عملت لايف على الفيسبوك عدة شهور، ممكن سنة ولا حاجة، كنت بسميه ماذا بعد التخرج، وشرحت فيه كل الاوبشنز المتاحة للخريج الجديد، او ايه اللي يعمله هو في الجامعة وايه اللي يعمله بعد ما يتخرج على طول عشان يخش مجال من المجالات المتاحة. فالفيديو ده كان حوالي 1.5 ساعة، فصعب اجاوب سؤالك دلوقتي كله، بس لو الموضوع ده مثلا مطلوب من ناس كتير ممكن ابقى اعمل فيديو منفصل برضو، اعمل اقول نفس الكلام تاني بس خليه على اليوتيوب بقى، عشان اللايف ده كان على الفيسبوك، ف طار اكيد راح يعني. الفيديو التاني خليه على اليوتيوب عشان يبقى موجود على طول. ببساطة تشوف انت حابب ايه، شوف انت بتحب مواد ايه في الجامعة، يعني هل بتحب التكاليف ولا بتحب التحليل المالي ولا بتحب المراجعة، ده هتعرف انت منها المجال اللي انت حابه. بعد كده تخش ايه، بعد ما تختار المجال ابدأ بقى خش على جوجل شوف ايه الشهادات المتعلقة بالمجال ده، يعني السي بي اي مثلا متعلقة بالمحاسبة الإدارية، سي اي اي المراجعة الداخلية، سي بي اي مراجعة خارجية، سي اف اي تحليل مالي، فتبدأ تشوف المجال اللي انت حابه تقدر توصل له ازاي. ربنا يبارك فيك يا رب يا استاذ اسلام، ربنا يكرمك. المشكلة اني ما اشتغلتش قبل كده مراجع نظم، فالموضوع غريب عليا، ما اعتقدش في حد اصلا في كل الجروب اشتغل مراجع نظم او
ما اعتقدش ان في مصر اساسا فيها مراجعين نظم. الموضوع غريب علينا كلنا، هي الفكرة كلها انت بس حاول تحل اسئلة كتير وهتلاقي الموضوع سهل معاك. هي العملية مش بالصعوبة دي. وبعدين take into consideration كمان ان ال internal control كله على بعضه عليه 15%، فالحتة بتاعت النظم دي يعني لو جالك عليها يجي عليها 3 اسئلة 4 اسئلة، مش اكتر من كده، اقل من كده كمان يعني. فما تضغطش نفسك في حاجة معينة لو انت مش قادر تلمها كويس. انت مش مطالب منك تلم 100% of everything، بس at least يكون عندك مثلا 80% comprehending in every subject، على الأقل يكون كل subject تكون فاهم منه حوالي 80%. ربنا يوفقك، ربنا يخليك يا أستاذ هشام. ازاي أذاكر يونت 13 وهل هو صعب في الامتحان؟ آه لأ، ازاي تذاكر أي يونت؟ إنك تقرا وتحل عليه كتير، تعرف صيغة الأسئلة بتيجي فيه ازاي، فبعد كده تعرف تحل فيه. انا عايز اشتغل في البيك فور خليج 2017، وفي الانجليش جاي جدا، لسه مش فلوينت خالص، مش عارف اشوف بقيه المسج. حاولوا يعني اعمل سؤالك في كذا مسج ورا بعض قصيرين، انا مش عارف ليه مش عارف ادوس سيمور. ليه بتدرس سي اف اي مش شويه بعيد عن مجال المحاسبه؟ شويتين شويتين بعيد عن مجال المحاسبه. انا بدرس سي اف اي عشان انا حابب التحليل المالي، وحابب لو في امكانيه ان انا اعمل كارير شيفت واحول للتحليل المالي. لو مفيش فدي حاجه بحبها حتى لو انا ما اشتغلتش فيها، فانا حابب ان انا ادرسها. لو سمحت انا لسه بادئ مجال المحاسبه من 5 شهور بالظبط. اهلا بيك، اهلا. الحمد لله بتعلم كويس جدا، برافو. بس ناس كتير جدا بتقول ان المجال ده دايما هتكون مضغوط. ايه ده؟ والتقدير مادياء ماديا ومعنويا في مصر مش مضمون. يا ريت حضرتك تقول لي وجه، وبرضه ما عرفتش اشوف بقيه الرساله. بلاش بلاش مسج طويله يا جماعه، يعني ادخل اسال السؤال على طول. ايه انسب اسلوب تكاليف لمجموعه كافيهات على سبيل المثال، كافيهات زي ستاربكس؟ انسب اسلوب تكاليف ده بيعتمد على حاجات كتير قوي. انت اصلا علشان تبدا تعمل تكاليف لمكان معين لازم تفهم ايه طبيعه التكاليف اللي فيه. عندك دايركت ماتيريال ودايركت ليبر وعندك اوفر هيد. طيب طريقتين التكاليف اللي موجودين، يا اما هتشتغل جوب اوردر يا اما هتشتغل بروسيس كوستنج. الكلام اللي انت بتقوله عن ستاربكس مستحيل طبعا تشتغل جوب اوردر، لان هي ما بتعملش اوردرز لحد. هتشتغل بروسيس كوستنج. البروسيس كوستنج دي انت بالماتيريال عندك بتخش بمراحل معينه. طيب لو انت عندك كافيه وعايز تحسب التكاليف بتاعته، هقول لك مثال او مثال في الشركات الكبيره الموضوع ده بيبقى عامل ازاي. دلوقتي بيبقى فيه ستاندرد كوست لكل اوردر معين. يعني مثلا في ستاربكس انت هتخش مثلا تشرب ايه، موكا ماكياتو. موكا ماكياتو ده بيحط لك مقدار معين اسبريسو، عليه مقدار معين لبن، عليه المقادير دي بتاعت كل حاجه. ده ستاندرد، ده موجود فيه ومعروف. معروف ان كوبايه الاسبريسو بتاخد قد كده، شوت كذا، الكيس القهوه ده بيعمل عدد شوطات معينه، علب اللبن دي علبه اللبن بتعمل عدد معين كابتشينو، عدد معين لاتيه، كل ده ستاندرد محطوط. فانت بتيجي تحسب التكاليف ازاي؟ بيجي الفرع مثلا اخر كل يوم الشيك بيطلع، احنا مثلا بعنا عدد كذا كذا موكا كذا كابتشينو كذا لاتيه كذا كذا، فالكوست بتاعت الحاجات دي كلها بتبقى موجوده على السيستم وبتنزل، والفرع بيجي في الاخر يتحاسب على الكلام ده. يعني انت مثلا ممكن الفرع في الاخر يقول لا انت عندك مثلا عجز في الماتيريال، انت المفروض بعت كذا، المفروض تكون كلفت كذا، فانت عندك عجز كذا، والفرع ساعات بتدفع الكلام ده يعني. فهو الموضوع بيبقى كده، بيبقى فيه ستاندرد محطوط على مستوى العالم كله لكل المشروبات، والماتيريال بتطلع من المخازن، بتروح على الفروع، كل فرع معروف الماتيريال اللي راحت له قد ايه. بعد كده دي التكاليف بتاعته، بتقارنها بالايرادات بتاعته وتعمل قائمة الدخل بتاعتك. بس كده. هل ويندو يناير اصعب من اي ويندو؟ لو انت عامل قهوة برضو، لو انت عايز تشتغل في القهوة التكاليف صح برضو. انت عارف المفروض عارف كيلو السكر بيعمل كم كوباية شاي وكم كوباية قهوة في المتوسط يعني، وبرضو بتمشي بنفس الطريقة دي.
هل ويندو يناير؟ مفيش ويندو اصعب من ويندو، مفيش يوم جوه الويندو اصعب من يوم تاني، مفيش حاجه اصعب من حاجه، الامتحان كله زي بعضه. ما هي مبادئ الاعتراف بالإيراد المعتمدة في الامتحان القديم أم الجديد؟ بص، الحاجات اللي هي فيها جدال هو ما بيجيبها لكش أصلا في الامتحان، فلحد دلوقتي هم ما قالوش إن في تغيير على 2015. فأنت لو اتسألت حاجة جاوب على أساس المنهج اللي هو بتاع 2015. في حاجات معينة بيبقى مكتوب لك ان الحاجات دي مثلا هتطبق من بداية 2019، هتطبق من بداية 2018، فدي هتلاقيها في الكتاب وانت بتذاكر. ازاي اذاكر CMEA بجانب الدراسة وحضور المحاضرات والسفر وكده؟ ذاكر وانت بتسافر. سفر ايه؟ انت بتسافر عشان شغلك؟ ذاكر وانت بتسافر، حاول تلاقي اي وقت تقدر توفره في يومك ذاكر فيه. ممكن تعلي الصوت شوية لو سمحت؟ اوكي سوري، هحاول. بس انا يا جماعة فعلا للأسف انا صوتي واطي في الحياة عامة يعني، هحاول. طيب اعلي الصوت. اوكي حلو كده. بدأت سي مي حوالي 6 شهور وبس، يعتبر قراية. اعمل ايه عشان ازود فرصة العمل في البيج فور؟ اول حاجة تعملها انك تقدم في البيج فور عشان تزود فرصة عملك. 2017 هما بيطلبوا، 2018 حازم حسن بيفتح كتير تعيينات، فلما يفتح قدم فيه، تعمل امتحانات ولو نجحت فيها هتعدي. ازاي بقى تحسن فرصتك انك تشتغل؟ تذاكر انجليش كويس عشان تعرف تعدي في الامتحان، تذاكر محاسبة كويس عشان تعرف تعدي في الامتحان، بس كده. مجال المحاسبة عموما فيه ضغوط كتير مهما زادت الخبرة، لاني بحس اني مضغوط باستمرار. انا شغال من 5 شهور بتعلم من شغلي وبذاكر CMA الانجليش فلونت، اوقات بفكر اغير المجال بس مستقر عن باقي المجالات. انت لو شغلك مظبوط ما فيش موضوع الضغط ده، لو انت شغال على نظام وفي سيستم موجود وانت شغال على السيستم، ماشي على السيستم اللي موجود في الشركة، او انت عملت سيستم في الشركة وماشي عليه، ما فيش ضغط ولا حاجة يعني. هو ضغط الشغل بيبقى لما تيجي تعمل كلوزن او انت بتعمل الجرد وكده، بس بقية السنة ما فيش موضوع الضغط ده. مجال التحليل المالي، ازاي تدخل المجال والحاجات اللي ابدا بيها؟ كتير حاجات، كتير حاجات كتير قوي. ممكن فعلا بعمل فيديو منفصل اشرح فيه ازاي تخش مجال التحليل المالي، الموضوع مش سهل خالص يعني، او انا اكتشفت كده يعني. انا عندي امتحان كمان يومين في شركة طيران في الانجليزي والمحاسبة، بخبرتك كده ايه اللي ممكن يجي في امتحان الانجليزي؟ ايه اللي ممكن يجي في امتحان الانجليزي؟ لا، هو هيبقى امتحان، اللي انا متاكد منه هيبقى امتحان انجليزي جنرال يعني، مش هيبقى امتحان انجليزي محاسبي. فايه اللي هيجي؟ لو ما اعرفش امتحان تحريري ولا شفوي، لو تحريري هتلاقيه شبه الامتحان بتاع تحديد المستوى اللي في الاي يو سي واللي في الاماكن اللي بتقدم الكورسات دي يعني. هتلاقي فيه اسئله تشويسز، في قطعه مثلا بيجيب لك عليها اسئله يقول لك اكتب اساي معين عن حاجه، دي الحاجة اللي ممكن تيجي يعني. فأكيد مش حاجة هتعرف تذاكرها دلوقتي يعني، بعد يومين. بس ده اللي ممكن يجي في الإنجليزي. طب أقل خبرة مطلوبة لسفر الإمارات مع اللغة مثلا تبقى كام سنة؟ أنت ممكن تسافر فريش، ممكن تلاقي شغل وأنت فريش، مش لازم يكون معاك خبرة. أنا خريج محاسبة وحابب أشتغل تحليل مالي، أعمل إيه خصوصا إن لقيته حاليا شغل محاسبة؟ التحليل المالي صعب، صعب جدا 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 جدا، تشتغل فيه دايركت تلاقي شغل فيه على طول. حابب تعمل ايه؟ انا مش عارف، لو انا عارف والله كنت عملت واشتغلت. مش عارف، لما تلاقي حد. انا معظم الشغل اللي لقيتهم طالبين اكسبيرينس يعني، كل الشغل اللي لقيته فيه تحليل مالي كان كله طالب اكسبيرينس. انت بتقول عايز تعمل ايه عشان تخش المجال؟ لازم حد يكون مش طالب اكسبيرينس، طالب حد جونيور ولا حاجه. بذاكر من نفس النسخه اللي بيشرح منها نفس عمها، هل ده مشكله؟ لا مش مشكله، بذاكر من نفس النسخه. ايه ده؟ انجليش مكتوب بالعربي؟ دي ايه بقى؟
efficient learning مع وايلي. ايه رأيك فيه كنظام مذاكرة، وهل له مساوئ تنصح بانه اختار نظام غيره؟ ايه الافيشنت ليرنينج ده اصلا؟ مش عارف ازاي ازود قرايتي للارقام وتحليل مالي، بمعنى اقرا ارقام كويس. حاسس النقطه دي ضعيفه شويه. لو درست السي اف اي بارت 1 هتزود الموضوع ده عندك، يعني ازاي تفهم الرقم معناه ايه. سي اف اي بارت 1، ايه افضل مركز في الاسكندريه لدراسه السي ام اي؟ انا مش من اسكندريه اصلا، فمش معرفش مراكز هناك، وحتى في القاهره معرفش مراكز الصراحه. انا مقتنع ان انت تقدر تذاكر لوحدك، مش محتاج كورس يعني. فافضل مركز ما عنديش فكره للاسف. بدات مذاكره من 2015، هل في فرق كبير بينه وبين 2017؟ نو. احنا بقالنا ساعه 8:05 بعد الوقت الرسمي. انا كده ده ميعاد نومي، يبقى بنام 8:30 مش عارف اصحى الساعة 4. ففي حد عنده اسئلة تانية قبل ما اقفل؟ اللغة، جاوبت على اللغة في الاول. انا هقفل الفيديو دلوقتي، الفيديو هيبقى موجود على صفحة الفيسبوك، هحاول ارفعه على اليوتيوب كمان. يعني بعد ما اخلص الفيديو ارجع شوفه من الاول، هتلاقي لان جاوبت على اللغه in general وجاوبت على اللغه المحاسبيه. شكلنا كده هنحتاج فيديو مخصوص عن التحليل المالي. ان شاء الله. انا مشكله بس ان انا عندي امتحان ديسمبر 1، يعني فاضل لي شهرين ونص بالظبط، شهرين ونص. فانا مضغوط جدا، لان انا ضيعت حوالي شهر ونص في مصر في الاجازه، ما ذاكرتش حاجه خالص. لازم اضغط نفسي عشان اخلص. هل الفاينانشال موديلنج باستخدام الاكسل من ضمن الحاجات الاساسيه؟ فاينانشال موديلنج من ضمن الحاجات الاساسيه المطلوبه عشان تعرف تشتغل في التحليل المالي، ضمن حاجات تانية كتير يعني. لو طلب مني جافا وبايثون وحاجات، حسيت ان انا هبقى مبرمج مش محلل مالي يعني. وايلي سي ام اي اكسل افيشنت ليرنينج. كتاب وايلي انا حقيقه ما اعرفش عنه اي حاجه، ما فتحتوش خالص ولا اعرف فيه اي حاجه. انا ذاكرت من جلايب وبصيت على هوك بس. وايلي ما فتحتوش خالص. الله يوفقك ان شاء الله، ربنا يخليك يا رب، ربنا يكرمك. هل سي ام اي تحتاج الى لغه قويه؟ لا مش قويه قوي، بس لغه تقدر تفهم. تقسيم يومك ازاي؟ اوكي. حاليا بصحى 4، بذاكر لحد 7:30، بروح الشغل برجع 7:30، بتغدى وانام، بس هو ده يومي. ما عنديش فكرة عن ال عن السيرتيفيكيشن عن السيرتيفيكيشن دي يا استاذ ابو بكر للاسف. طيب خلاص يا جماعه، في اي اسئله تانية؟ بيقولوا ايه على دوا؟ مش فاكر. طيب انا شاكر ليكم جدا، ومتاسف لو كنت طلعت ضفت تقيل عليكم ولا حاجه. الفيديو زي ما قلت لكم هيبقى موجود على الجروب على الفيسبوك، وهحاول ارفعه على اليوتيوب. وان شاء الله لو ربنا اراد ممكن ابقى اطلع فيديو تاني. قولوا لي برضه في الكومنتس انتوا عايزين، لو عايزين نطلع اتكلم عن حاجه معينه ممكن اعمل فيديو مخصوص عن الحاجه دي. لحد دلوقتي انا في فيديوهين عايز اعملهم. اول واحد اللي هيكون بيتكلم عن تعمل ايه بعد ما تتخرج، ازاي تخش المجال اللي انت حابب تدخل فيه، وتاني حاجة عن التحليل المالي. وانتوا بقى لو عايزين حاجة تانية غير دول برضو قولولي، احطهم في الجدول يعني. واول ما اقدر افضى ان شاء الله ولاقي وقت ان انا اعمل فيديو تاني هعمل ان شاء الله. وكمان بعد ما اخلص الامتحان بتاعي ان شاء الله هبدأ اعمل فيديوهات حل اسئلة سي ام اي وسي اف اي بارت 1، لو حد حابب يخش ده او ده.
هبدأ أعمل فيديوهات إن شاء الله أحل فيهم أسئلة بس، وربنا يكرم، ده في الخطة يعني، في البلان بتاعتي. فشكرا جدا ليكم. و طيب نقرأ آخر رسالة. أنا أردن بعد ما تخلص المادة وتبدأ مراجعة، أول شيء تبدأ فيه أكتر حاجة كنت ضعيف فيها وأنت بتذاكر، تبدأ بيها. عن التحليل المالي إن شاء الله هعمل فيديو عن التحليل المالي. أوكي، thank you everyone and good night. السلام عليكم.